السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناءنا وبناتنا من الطلبة والتلاميذ اللي غادي يجتازوا الامتحان هذه الأيام. نتحول إلى الدار البيضاء مع لالة سعيدة. السلام عليكم سي كريبان. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا نهار كبير اللي شدتي خاطر كنهضر معك. مرحبا لالة سعيدة. يا ألف مرحبا. الله يرحم الوالدة الله يرحمها. اللهم آمين أختي اللهم آمين لالة. عافاك السي كريبان بغيتك تعالي مع راجلي الله يخليك الله يخلي لك صحتك ويخلي لك وليداتك. يا رب. بغيتك تعالي مع راجلي مسكين مع عام هذا وشي عام ونص ما خدمتش. لا إله إلا الله. نعاود عليك بحال هكا. كيفاش وقع لي لالة كيفاش وقع لي لالة سعيدة؟ والو كان خدام السي كريبان كان خدام ما بيعنا عليه. خدام بخير وعلى خير كنا كاريين. في أي مجال؟ في أي مجال خدام؟ خدام في الصباغة. كنا كاريين كنا كاريين 15 عام وحنا كاريين في كاز. اييه. وهي هذه سهل علينا الله قلنا نشري واحد البلاصه في السكن اقتصادي. مزيان. ايوا وجمع واحد 15 مليون خدم لي واحد الراجل خدم لي واحد الفيلا ديالو وقال لي راه جمع واحد 15 مليون باغي نشري سكنه لوليداتي وما عنديش. قال لي تسلف من البنك. قال لي انا ما بغيتش نتسلف من البنك. قال لي انا نسلفك شحال خاصك. قال لي خاصني 10 مليون سلفها لي. شرينا الدار سكننا فيها. نهار سكننا فيها مع عمر داك الراجل خدم. قال لي وقت ما خدمتي جمعتي شويه عطيني شويه ماشي مشكل. هي هذيك السي كريبان عام وزياده دابا هو ساكن دابا ساكنين فيها يا ربي السلامه ما عمرو خدم. لا اله الا الله. مرض ليا وضروا راسو خايف ما بغاش يتحاشم مع الراجل. قال لك انا الراجل سلفني ودار فيا الثقه ما بغاش قال لك نتحاشم معاه ومرض ليا. لا اله الا الله. وكيخمم نهار دخلنا لهاد البارتنا سبحان الله العظيم ما كاين ما شاء الله. الله يلطف يا رب. الله يلطف. وليدات صغار والحاله ما هي حاله الحمد لله على كل حال. لا حول ولا قوه الا بالله. كنا ساكنين في الكرا بخير وعلى خير ما خصنا حتى خير. لا اله الا الله. دخلنا لهذا البارتنا سبحان الله ما تهز ذاك الخير كله ما بقى والو. لا اله الا الله. ولينا نبيعوا باش ناكلوا منه. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله والدينا السي كريبان. واخا لالة سعيدة ان شاء الله ربي يرزقك. الله يرزقك الله يجازيك بخير يعاوننا الله يرحم لي الوالدين الا كان كيسمعنا يسخروا لنا الله. يا رب. ما كرهناش. يا رب يا كريم. الدراري صغار اللي شافوها بغاوها وحنا ما بيدينا حيله. الله يحسن العون يا رب. الله يحسن العون لالة سعيدة. الوالدة الا ما دعيتش. واخا لالة سعيدة الله يطول عمرك لالة. انا كنتصل ما كيشدش لي الخط حتى لدابا. انا كنتصل كنشد الخط وكنصلي على سيدي محمد كنقول يا رب يا رب. صلى الله عليه وسلم. يا رب يا كريم. الحمد لله. بارك الله فيك لالة سعيدة. جزاك الله الف خير شكرا لك لالة. لا اله الا الله. لالة سعيدة الإقامة في بيت معين كاين هناك البيت المبارك الذي فيه الأرزاق والإنسان يكسب فيه صحته وربنا عز وجل يوسع له في العطايا وكان الله يسترنا ويستركم البيت اللي يمحق الأرزاق وصاحبه يتضرر في صحته ويتعرض للأمراض والأسقام وتأتيه الكروب والشدائد. كيف ذلك؟ سيدنا النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ماذا قال؟ قال لا طيارة إلا في ثلاث. الطيارة هي الإنسان يتطير أنه يتشائم من الشيء وهذا كان سلوك عند كثير من الناس. كي اللي كيتشائم تلاقى مع واحد كيتشائم منه صباح وقعت شي حاجة كيتشائم من ذاك الحالة غتأثر عليه على النهار كله. هذا التشاؤم هو التطير. سيدنا النبي قال لك راه ما كاينش راه غير مجرد خرافات راه غير مجرد اوهام الا في ثلاث. ثلاثة فيها التطير وفي رواية اربعة ما هي؟ قال صلى الله عليه وسلم لا طيرة الا في ثلاث: المنزل
والمركب والمرأة، وفي رواية والخادم. هادو أربعة يقدروا يكونوا مباركين ومسعودين، ويقدروا يكونوا على عكس ذلك. أول شيء البيت، كان العتبة المباركة المسعودة من اللي كيدخل لها الإنسان كيفيد عنده الرزق، وكيفيد عنده الخيرات من كل جانب. كنعرف واحد سيدنا تبدال البيضاء، راه معروف من كبار الأثرياء، لا بأس نقول اسمه، رحال، رجل اللي هو كان بسيط جدا، كيبيع واحد الحلويات بسيطة بدراهم معدودة، وساكن في واحد الدويرة على قد الحال، منها شراها هو يفيض. فاض دابا أصبح من كبار المستثمرين، وتوفي رحمه الله، ولا زال أولاده الآن معروفين. ومرة هاد الأولاد عايشين في واحد النعيم، أمهم قالت لهم هذيك الدار اللي في المدينة القديمة إياكم تقربوا ليها وتبيعوها، هذيك هي عتبة الخير. من نهار خديناها أباكم سكننا فيها، ولا كيكريها للحفلات البسيطة ولاد الشعب البسيطين، وكيعطيها للجنائز فابور فابور. ومن ثم بدا كينطلق خطوة خطوة، هي سبب الخير علينا. قالت لهم ما تقربوش ليها، ما تبيعوها، ما تمسوها، وإذا كان ضروري ضروري نردوها كتاب قرآني. هذا نموذج. كان الدار المباركة المسعودة، والكثير منا كيستمعوا فينا الآن الأحباب الكرام، شمل واحد عنده واحد الدويرة إما كبيرة أو صغيرة، فيلا ولا قصر ولا بركة، ماشي مهم، ولكن العتبة ديالها مباركة مسعودة. ملي كيدخل هو الحمد لله دار فيها الوليدات، ودار فيها الرزق، وشد فيها صحته، وولدت ليه رزق وفير. وكي الله يسترنا وإياكم العكس، كاين الدار لعتبتها منحوسة ناقصة. ملي كيدخل ليها الإنسان كتلقى ديما مريض، ديما في الشكاوى، شويه كيتنقل للمحاكم، ها هو في المحاكم، ها هو في الديون، ها هو في الصراعات، ها هو في المرضى، ها هو في السبيطارات، تبقى حياته عذاب والعياذ بالله. فقال لك لا طيره الا في ثلاث، اولها المنزل، ثم والمركب. المركب فين؟ المركب ايام زمان كانت الدابه، انسان عنده دابه، عنده بغل او حمار او جمل او ناقه او عربه، كي كتكون باركه مسعوده من نهار شراها وكسبها وهي ميسره، كتخدم ليه ويركب عليها ويشتغل عليها، ما كتمرضش ليه، ودائما كتاكل غير من خشاش الارض، كتلقى تسرح وواكله شاربه ومطيعه. الا قال لها الشاء كتوقف، قال لها الراه كتزيد، ومطيعه. هذه كتكون باركه مسعوده. وكي الله يحفظ اللي عنده ديك الدابه، كتلقاها دائما مريضه او كتلقاها عنيفه كتركل، هو يامرها تجيه يطردوها تجيه، وديما كتاكل لي اكثر من القياس، كيقول لك كتاكل لي اكثر مما كتنتج من ما نتج منها. والمركب اللي كان ايام زمان في عصرنا هذا، كاين دابا عنده سياره ولا عنده دراجه ناريه ولا غيرها، عنده واحد مركب سياره كاين اللي مباركه مسعوده، من نهار شراها هو كيتسارى بها المغرب كامل، وما كتاكلش بزاف، وما كتخسرش ليه، وما كيوقفوش البوليس، وقاضي بها حاجه. وكل اللي عنده سياره الله يسترنا واياكم، كان عنده ضرة من نهار كيشريها ديما في الخسران، دائما في الصوائر، دائما في الحوادث، دائما ما كيختاروا البوليس والجندارم الا هو، يوقفوا في الطريق، ودائما عنده عذاب. فهذه متشائمه، لا طيره الا في ثلاث، المنزل والمركب والمراه. كل المراه، كل يتزوج بالمراه مباركه مسعوده، مراه طيبه، نهار تزوج بها على قد الحال، ولكن نهار تزوج بها فاض عليه الخير. كيقولوا قصتها مباركه مسعوده، وخطوتها مباركه مسعوده، ربي عطى منها الوليدات وعطى منها الرزاق وفاض الخير، وكال ووكل، ودائما في السعاده الابديه. دوز 30 عام معها، يقول لها نهار شتك وانا كنشوف غير الربح، دائما الخيرات والبركات. وكاين الله يحفظنا واياكم، هناك من عنده امراه اللي في وضعيه صعبه للغايه، منذ ان التقى بها دائما في مشاكل وهموم وصراعات مستمرة وأبدية والعياذ بالله، ودائما في الطلاق والمحاكم، ودائما العائلة ديالو في اشتباكات ونزاعات ونكد في نكد. والأمر الرابع، لا طيرة إلا في ثلاث، المنزل والمركب والمرأة والخادم. كل اللي أعطى الله واحد الخدام ولا خادمة، الله يعمر لهم الدار، من رجع عنده البيت أو جا عنده الشغل
هو خدام معاه بالنيه ما كيسولش فيه، كيجي في الوقت ويخرج بعد الوقت ويقوم بعمله باتقان وما كيخلق مشاكل، واللي عطاك يقول بسم الله الله يخلف، وغادي حضر راسه سنين كيدوز معاه 30 40 عام وما عمره ما هز عينه في اللي مشغله مرضي ومهدي، وفي ما صيفطو كيجيب معاه الربح وربح على ظهره كثير الخيرات، ودائما راضي وفرحان وحامد ربي وشاكره. وكاين الله يسترنا واياكم اللي عنده شي خادمه او خادم، اما في البيت اما في المحل اما في شركه، كتلقى من النهار دخل يلا كلمه جوج كلمات كيقول لي حقوقي حقوقي دم في عروقي لن انساها ولو اعدموني، وكيبدا معاه في الصراع، اما الصراع النقابي اذا كان عنده ثقافه نقابيه حقوقيه، ولا ما كانش عنده الثقافه يقدر يمشي ليه حاجه اخرى، النزاعات والصراعات. وكاين الله يستر كيمشي للسحر والشعوذه، ويا ما عشنا هادشي مع الناس. فهاد كتسمى الطياره. لعلك يا اختي سعيده ان البيت ديالكم اللي خديتوه من هذا القبيل، ولكن كيف الحال؟ هل نغيره؟ هل نبدله؟ لا، التغيير ما سهلش، راه المصاريف ديال النوتير ومصاريف ديال الضريبه راه غتجيكم واحد 3 مليون باش تغيروا بيت بحاله، غير مجرد تغيير من مكان الى مكان راه مصاريف كثيره، وانتم ما عندكم حيله 3 مليون ضيعوها في لا شيء. لكن هناك طريقه بسيطه ومجانيه للتغيير، هو ان البيت محتاج الى تحصين. البيت لابد ان يحصن، كيف ذلك؟ لابد ان نرفع فيه الاذان وان نقرا فيه القران، ندير فيه واحد السلكه ديال القران العظيم، سلكه القران، ويكون فيها الاطعام. لاحظوا بان من التقاليد الجميله اللي كانت عندنا في المجتمع المغربي، كنلقاو بعض العائلات ملي كتسوق بهم الاشياء كيجتمعوا وكيديروا فيها القران الكريم السلكه، وكيديروا الاطعام بالكسكس، وكياكلوا الناس ويشربوا، ملي كيساليوا سبحان الله العظيم جميع العكوسات والموانع تزول بامر الله. واسال الله تعالى لنا السعيده وهذا الاذان ديال العشاء، يا ربي يا كريم، اللهم ارفع الشدائد عن اختنا السعيده وزوجها، اللهم اجعل بيتهم مباركا كمقام ابراهيم، من دخله كان امنا، واصرف عنه السوء واصرف عنه الشده، وارزقهم يا مولانا رزقا حسنا، يا فتاح افتح لهم باب الرزق وباب العطاء وباب الكرم، واقض عنهم الديون، وسخر لهم من يساعدهم ويقدم لهم يد العون بفضلك وجودك وكرمك. قولوا معنا جميعا امين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.